شرفنا دلوقتي الكابتن احمد فوزي لتقييم اداء حراس مرمى اليوم. مساء الخير يا كابتن، منورنا ومبروك للنادي الاهلي. الحمد لله، مبروك على الثلاث نقاط. يعني مباراه ما فيهاش اختبارات كتير للحارسين، زي ما قلت لحضرتك قبل الجيم، اي حاجه هتتشاط على محمد مجدي بعيد عنه شويه هتخش. اعتقد يمكن لما نستعرض الحالات هنشوف، ولكن مجدي احنا ما اختبرناهوش خالص، احنا قلنا عليه بثلاث كور دخل اثنين، ويمكن الكره الاخيره اللي في الدقيقه 94 بتاعت عبد القادر برضو هو لعبها في حتته وفي مكانه، يعني مش بعيد عنه. فاحنا اللي خليناه يركب الجيب. خلي بال حضرتك، اول كوره تتشاط عليه في الدقيقه 26 اللي دخلت فيه جول، يعني احنا ما عملناش اي حاجه قبل الدقيقه 26 تدينا ايحاء ان احنا ممكن نكسب الجيم، ولكن الحمد لله ان احنا قدرنا نطلع بالثلاث نقاط. لما نستعرض مع بعض الحالات، يمكن اول حاله هي حاله الهدف الاولاني، وهنشوف التحرك بتاع محمد مجدي زي ما قلت قبل المباراه، ان هو على طول ملتزم بالخط. الكره هنا وهي بتتلعب بالعرض كان قدام، راح راجع وراح طالع وراح راجع، فتح رجليه الاثنين، بقت حتى لو الكره جنبه ما كانش هيلحق يجيبها. نعيدها تاني بالبطيء واحده واحده كده. الكره وهي بتتعمل بالعرض، خلي عينك مع محمد مجدي، بص رجع فين، خد خطوتين يرجع ورا، كهربا سندها، راح طالع وراح هنا وقفشه بيشوط، راح طالع. انت لما طلعت بقيت فين؟ طب انت دلوقتي وهي بتتشاط انت على خط الجول تقريبا، على الخط. هو على خط الجول، حتى لو الكره دي جنبه او جت في ايده وهتطلع هتاخد ايده وتخش، لان هو واقف جوه المرمى تقريبا. وكل كره ما بتتشاط هو بيرجع لورا، حتى لما جه يترمي ما لحقش لانه كان لسه في حركه، كان لسه بيتحرك وبيرجع برجليه ورا. اعتقد ان يعني الهدف صعب وكل حاجه، الهدف صعب وكل حاجه يا كابتن، بس تمركزه هو اللي خلى الهدف يبقى صعب عليه تاني. وقفته انا فاهم قصدك طبعا، تمركزه فعلا ممكن يكون، بس هي برضه راحت بعيد. هنتفرج يعني على الجون الثاني يا كابتن، وهوريك الكره جنبه، هوريك الكره جنبه في الجون الثاني، وبرضه عشان تمركزه ما عرفش يترمي برضه لقدام، وبرضه الكره دخلت مع انها يعني لو هو واخد مثلا خطوه قدامها خطوتين كانت تبقى اسهل، خطوتين هتبقى في حوزته، هتبقى في مساحته. لما يترمي هيطلع، لما خطوه لقدام زي المثلث. أيوة. المثلث لما بتطلع بالقاعده بتاعته لقدام بتعمل ايه؟ بتقلل الزوايا بتاعته. هو ده، هو المفروض كان يطلع بخطوتين قدام فيقلل الزوايا، فلما يترمي كده يقفل القاعده، يقفل الخط بتاعه. لكن الحمد لله طبعا، يعني طبعا تصرف هائل من قفشه ما شاء الله طبعا، وحطها في حته بعيده، بس اللي بعد الكره على محمد هو حركه. الكره اللي بعديها عايزين نشوف التركيز بتاع مصطفى شوبير، كره يمكن ثرو باص من نص الملعب، ما حدش عامل الحساب خالص. هتلاقيه هنا هو واقف على الخط ومستني الكوره تاني، هو مش متاخر، ده هو قاري الكوره وهي بتتعمل من نص الملعب، نط وياخدها ومستني الكوره وعامل حسابه ومتكلم، ويعني فده يبين لك انه مركز حتى والكوره في نص الملعب التاني، هو قاري الكوره وقاري الجيم ومكمل تركيز. اللي بعدها هتبين لك اكتر تركيزه وحركته برجليه، الكروس اللي خده، الكره العاليه اللي خدها، هنشوف الكره دي يا كابتن. بس انا متهيألي كان صعبة الكره دي جدا، بالظبط جدا وبعيده عليه، واخد خطوات كتير جدا وشايلها مع رجل المهاجم، يعني هي هنا وهي بتتعمل هو قاري الكره وبيجري في اتجاه. خلي بال حضرتك لو جري ورا سنه المهاجم يسبق، صح. انما هو راح قاطع من قدام المهاجم بالراحه، معلش ارجع تاني سنه، ارجع سنه صغيره، بس هنا هنا هنا. بص يا كابتن، الكره وهي هنا هو لو بيجري في خط مستقيم مش قاطع بورب، هو قاطع بزاويه، عارف، هو لو بيجري في خط مستقيم المهاجم يلحق، انما هو عشان قاطع في اتجاه الكوره وخطواته سريعه قدر يوصل للكوره. خلي بالك الكوره دي خطيره جدا، بس ولو اتاخر جزء من الثانيه جدا مسكها كويس قوي دي، جدا يا كابتن خطر جدا، صح. يعني الطبيعي حتى انه ممكن كان يترمي ويلعبها بالبوكس، والراجل راس الحربه ده ما كانش مراقب خالص. خالص يا كابتن، محدش شايفه، فهو طبعا خلي بال حضرتك، انا اعتبرها انه منع هدف اكيد على النادي الاهلي، دي وجهه نظري. ممتازه الكره. بعد كده نتكلم على ضربه الجزاء، تصرف هايل جدا جدا جدا، بس انا كنت عايزه يتقل سنه في النزول، يتقل سنه في النزول، يعني هو الراجل بيلعبه وهو بيلعب معاه، الراجل بيلعبه وهو بيلعب، هتبقى من هنا من ورا، بص بيلعب معاه يا كابتن، بيلعبه تمام وراح وكل حاجه. عارف بقى لو هو قبل ما ينزل تحت دي سنه صغيره تقل، طبعا انا مش بحمله الهدف ولا حاجه، انا بقول فيما بعد عايزين نبقى واخدين بالنا من الحاجات الصغيره دي، لو تقل سنه صغيره كان قدر يتعامل مع الكوره، ولكن في الاول وفي الاخر ده ضربه جزاء
وهو استنى ولعب الراجل كويس جدا جدا. على فكره كريم متعود يعني، انا الغريب ان كريم على طول بيحط الكره على يمينه هو، على يمين مصطفى شوبير اللي هي شماله، فكون ان هو لعبها في الزاويه دي ومصطفى لعب معاه للاخر، ده معناه ان التصرف هايل من مصطفى وثبات انفعالي هايل في وقته. بعد كده نرجع، بس انا عايز اوري حضراتكم الكره دي، مفيش اسهل من كده، اوفر من كوكا، ده بس يدل على ان محمد مجدي كان خايف وراهب الامر. الكره دي تتمسك سهل جدا، هو مفيش حد معاه والكره نزلت له تحت، والسيرد باك بتاعه معاه، انما هو برده خايف، واحنا زي ما قلت لحضرتك احنا اللي ما استثمرناش هذا الخوف. الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي، طيب واحده واحده برده معايا كده. وقبل ما عمرو السوليه، بص برده يا كابتن هو واقف فين، وعمرو السوليه بيستلم، المفروض كنت تطلع خطوه لقدام، تمام. بص عشان الكره هنا يا كابتن جنبه عملت ريفليكشن، مش هقول لا، عملت ريفليكشن خفيف. طب هو السؤال هنا يا كابتن احمد، اتفضل، هو لو بصيت على فرقه الداخليه هتلاقي ال11 ال10 لعيبه جوه، هو مش شايف والرؤيه بالظبط. كنت انت كنت جون قبل كده؟ لا بس انا يعني لا والله تربيه رياضيه، خريج تربيه رياضيه فدارس يعني. هقول لحضرتك حاجه، هو الطبيعي في الوقت اللي زي ده ما يتحركش برجليه، الطبيعي في الوقت زي ده. ارجع لي بالكاميرا انا بقى، معلش تعال لي بالكاميرا. انا لعبت جول قبل كده على فكره في ماتش من ماتشات الدوري اكيد مع الكروم، والله العظيم والله، ودخل فيها جول. طب عادي مش مشكله، كلنا دخل فيها لا بس دخل فيها جول غريب جدا يعني. كنت عايز يصد الكره دي، هقول لحضرتك حاجه بس، انت كنت عايز يصد الكره دي؟ ما انا احنا شغلنا متعادل، ما هو هيقول بس هيقول الاسباب. لا بتكلم على الشغلانه بتاعتنا مش متعادل. اتفضل يا كابتن، اتفضل. طبيعي في وقت زي ده يا كابتن ما اتحركش برجليا، طبيعي في الوقت ده بوطي وبتحرك بوسطي او برقبتي عشان اعرف اشوف الكوره، لان خمسه رايحين عليا فعاملين بلوك مش شايف. يبقى ايه، انا لو اتحركت برجليا فانا اجباري هفتح زاويه، واثناء الشوط لو انا بتحرك مزبوط. مش هينفع ان انا اصد، فاعمل ايه؟ ما انت قلت لازم قبل الماتش ده الستايل بتاعه. نعم اتحرك، انت قلت عليه. انا قلت قبل الماتش ان هو دي مشكله عنده، هو ما مصلحتنا الحمد لله، بس صح. انا بقول كابتن ايمن بيقول لي ايه الحل، فانا بقول له الحل في الوقت اللي زي ده ان انا ما اتحركش برجلي، اتحرك يا اما بوسطي يا اما برقبتي عشان اعرف اشوف الكوره، اشوف الكوره بس، هي دي القصه. هو لو كان شاف الكوره من بدري كان بصراحه كان قدر يصدها، ولو كان خطوه قدام كان على الاقل ممكن يطلعها برجليه وهو بيترم. كويس انه ما شافهاش. لا الحمد لله، الحمد لله، هو ربنا بيسترها. فيعني هي بس المشكله في التمركز بتاعه، وبعد كده فتحت رجليه ورميانه لورا هو اللي خلى الكره تبقى سهل، يعني الحمد لله انها دخلت يعني. الحمد لله ماشي. رب العالمين. بس خلاص ما فيش حاجه ثانيه، يمكن فيش اي حالات ثانيه. في كره بس لعب قادر في الدقيقه 94، بس برضو زي ما قلت لحضرتك عبد القادر لعبها في زاويته، و يعني كان ممكن يلعبها اسهل من كده، يحطها الناحيه الثانيه لامام، او حتى بعد الطريقه الناس كانت فاضيه كلها، يعني ممكن يحطها في البعيده لما هو حطها في جسمه بالظبط. الناحيه الثانيه مودست وطاهر وامام الثلاثه واقفين، فكان ممكن يا اما يلعبها باص الناحيه الثانيه، ولما يجي يشوط زي قفشه كده يحطها في البعيده، انما هو حطها في زاويته في مكانها. الناحيه الثانيه اللي بيعملها بطني الاسيست بس. فكده ده الخير النهارده، والحمد لله على الثلاث نقاط، وعقبال الثلاثه اللي جايين يوم الثلاث ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن احمد، عقبال كل مباراه ان شاء الله.